لو انطبق أو تطابق علمي مع عملي في ذاك الوقت يصير عملي في غاية الإتقان، باعتبار أن علمي يصبح عاصما. هذا النظر أنه أنظر إلى الأشياء بحقيقتها بذاتها، لو كان ينظرون إلى سيد الشهداء بهذا المنظار لما وقفوا بوجهه، لما فعلوا به ما فعلوا. عندما يتهمون بأنهم عمي، عماهم بهذا المعنى، يقول كيف يكون أعمى وهو ينظر؟ يقول والله أعمى لا يرى. الإمام الحسين عليه السلام يقف يخاطبهم يقول ما لكم، ما لكم، إنما أدعوكم لما فيه خيركم، لما فيه الصلاح لكم، ما لكم لا تستجيبون. لكن في النهاية يقول لكنه الحرام الذي ملأ بطونكم. هذا مشكلته، أنه يجعل الإنسان أعمى. العمل والطاعة والالتزام بجادة الشريعة هي التي توصل الإنسان للبصر، توصله للحق. هذا الاجتناب والابتعاد عن الشريعة هو الذي يجعل الإنسان أعمى، ولو قرأ 1000 كتاب ولو قرأ 10,000 كتاب.